السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص الحكاية والوضعية التواصلية. اليوم حكايتنا حكاية جديدة، سنتعرف على أحداثها بعد الاطلاع على هذا المشهد. إذن أعزائي التلاميذ، هذا المشهد يضم مجموعة من الشخصيات، مكان، زمان، وأيضاً سيضم أحداثاً. إذن نتعرف أولاً على شخصيات هذا المشهد. إذن كما تعلمون فهذه البنت هي نميرة، هي مرمرة. ثم لدينا القريد ديدي، جيد جداً، والقطة نميرة. لاحظوا، نميرة وديدي ومرمرة يتواجدون أين؟ في البيت. يا ترى هذا بيت من؟ إذن هو بيت مرمرة. إذن كما سبق وتعرفنا في حكاية السابقة أن ديدي طلب من نميرة أن تأخذه معها إلى بيت من؟ بيت مرمرة. وها هم في بيت مرمرة. أعزائي التلاميذ، يا ترى ماذا سيحدث في بيت مرمرة؟ هل ديدي سيحدث فوضى داخل بيت مرمرة؟ أو فلنفكر، هيا فلنتوقع. ربما مرمرة ستعطي لديدي أغراضا، ستهديه أغراضا مدرسية، أو أنها نميرة ستأخذ ديدي معها إلى أين؟ إلى المدرسة، أو أنها سترفض. إذن هذه مجموعة من التوقعات، سنرى هل فعلا هي صحيحة أم أنها مخالفة لما قلناه، ولكن بعد أن أحكي لكم حكاية اليوم. هيا فلنستمع جيدا. صاحب ديدي نميرة إلى بيت مرمرة. رحبت مرمرة بديدي في الصالون، لكن ديدي فضل الجلوس في الحديقة تحت شجرة الموز. مرمرة: مساء الخير يا ديدي. مساء الخير يا قريد، أنا مرمرة. ديدي: مساء الخير، أنا ديدي. مرمرة: ماذا تود أن تشرب يا ديدي؟ ديدي: آكل موزا لو سمحتي. مرمرة: اصعد الشجرة وكل منها حتى تشبع. تسلق ديدي الشجرة وبدأ يلتهم الموز. لوحت نميرة بيدها قائلة: إلى اللقاء يا ديدي، أنا ذاهبة إلى مدرستي. نط ديدي من أعلى الشجرة ليلحق بنميرة، لكن المسكين سقط في المسبح. صرخت نميرة مذعورة: ديدي يغرق، ديدي يغرق، أنا قادمة لأنقذك يا صديقي. لكن ديدي السباحة الماهرة خرج بسرعة من المسبح وأمسك نميرة وقال: خذيني معك إلى المدرسة، أنا أريد أن أتعلم القراءة والحساب والكتابة. قالت مرمرة: غدا ستذهب معها إلى المدرسة، لكن بعد أن أشتري لك كتابا ولوحة ووزرة
محفظة. فلنعد الآن سرد الحكاية من جديد. صاح بديدي نميرة إلى بيت مرمرة. فرحبت مرمرة بديدي في الصالون، لكن ديدي فضل الجلوس في الحديقة تحت شجرة الموز. مرمرة: مساء الخير يا قريد، أنا مرمرة. ديدي: مساء الخير، وأنا ديدي. مرمرة: ماذا تود أن تشرب يا ديدي؟ ديدي: آكل موزا لو سمحتي. مرمرة: اصعد الشجرة وكل منها حتى تشبع. تسلق ديدي الشجرة وبدأ يلتهم الموزة. لوحت نميرة بيدها قائلة: إلى اللقاء يا صديقي ديدي، أنا ذاهبة إلى مدرستي. نط ديدي من أعلى الشجرة، لكن المسكين سقط في المسبح. صرخت نميرة مذهورة: ديدي يغرق، ديدي يغرق، أنا قادمة لأنقذك يا صديقي. لكن ديدي السباحة الماهرة خرج بسرعة من المسبح وأمسك نميرة وقال: خذيني معك إلى المدرسة، فأنا أريد أن أتعلم الكتابة والرسم والقراءة والحساب. قالت مرمرة: غدا ستأخذك معها إلى المدرسة بعد أن أشتري لك كتابا ولوحة ووزرة ومحفظة. إذن هذه هي حكايتنا الجديدة أعزائي التلاميذ. الآن فلنعد ولنتذكر جميعا ما توقعناه سابقا. هل هو يطابق ما جاء في حكايتنا من أحداث أم أنه يخالفها؟ إذن قلنا أن ديدي ونميرة ذهبا إلى بيت مرمرة، إذن هذا صحيح، هم يتواجدان في بيت مرمرة. قلنا بعدها أنه ربما أحدث ديدي فوضى داخل بيت مرمرة، هل هذا صحيح؟ إذن حسب حكايتنا فديدي لم يحدث فوضى، لكنه تعرف على مرمرة. جيد جدا أعزائي التلاميذ، إذن هو تعرف على مرمرة. إذن في هذا المشهد هو يلخص هذه الأحداث: تعرف ديدي على مرمرة وحياها قائلا، أو حيته قائلة: مساء الخير يا قريد، أنا مرمرة. فأجاب: مساء الخير يا مرمرة، أنا ديدي. إذن ماذا حدث؟ قلنا أن ديدي طلب من مرمرة أن يأكل موزا أو أن تقدم له موزا، إذن هذا حدث. بعدها ماذا حدث؟ أن نميرة ودعت ديدي. إلى أين ذهبت؟ إذن ما توقعناه كان صحيحا، أن مرمرة ستذهب إلى مدرستها. بعدها توقعنا أنه ربما ديدي يود الذهاب إلى المدرسة، إذن هذا توقع صحيح، فديدي طلب من نميرة أن تأخذه معها إلى المدرسة. إذن هل وافقت؟ وافقت بعد أن قالت مرمرة أنها ستشتري له بعض الأغراض المدرسية حتى يذهب إلى المدرسة. إذن هذه أحداث هذه الحكاية، وكما توقعنا هناك أحداث جاءت مطابقة لما جاء في الحكاية. أحسنتم أعزائي التلاميذ. الآن هذه الشخصيات لعبت هذه الأدوار في مكان جديد، وذكرنا أنه بيت مرمرة. أحسنتم أعزائي التلاميذ، فهذا توقع صحيح، هو بيت
مرمرة. أعزائي التلاميذ الآن فلنعد الاستماع للحكاية حتى نتذكر جيدا ما جاء فيها. فلنستمع. إذن صاحبت نميرة ديدي إلى بيت مرمرة. رحبت مرمرة بديدي في الصالون، لكن ديدي فضل الجلوس في الحديقة تحت شجرة الموز. قالت مرمرة: مساء الخير يا قريد، أنا مرمرة. ديدي: مساء الخير، أنا ديدي. مرمرة: ماذا تود أن تشرب يا ديدي؟ ديدي: آكل موزا لو سمحت. مرمرة: اصعد الشجرة وكل منها حتى تشبع. تسلق ديدي الشجرة وبدأ يلتهم الموزة. لوحت نميرة بيدها قائلة: إلى اللقاء يا ديدي، أنا ذاهبة إلى المدرسة. نط ديدي من أعلى الشجرة، لكن المسكين سقط في المسبح. صرخت نميرة مذعورة: ديدي يغرق، ديدي يغرق، أنا قادمة لأنقذك يا صديقي. لكن السباح أو ديدي السباح الماهر خرج بسرعة من المسبح وأمسك بنميرة وقال: خذيني معك إلى المدرسة، فأنا أيضا أريد أن أتعلم الكتابة والحساب والرسم والقراءة. أجابت نميرة أو مرمرة: غدا ستذهب معها إلى المدرسة بعد أن أشتري لك كتابا ولوحة ووزرة ومحفظة. إذن هذه هي أحداث حكايتنا الجديدة والتي تعرفنا عليها في هذه الحصة، وكان شخصياتها هي مرمرة، من أيضا؟ أحسنتم، نميرة، وأخيرا كما العادة ديدي القريد. أين جرت هذه الأحداث يا ترى؟ في مكان هو بيت مرمرة، أحسنتم. ومتى وقعت أحداث هذه الحكاية؟ جيد جدا، في صباح اليوم. أو هذه الأحداث كانت في البداية، قلنا أنه صاحب ديدي نميرة إلى بيت مرمرة، بعدها تعرف على، جيد جدا أحسنتم أعزائي التلاميذ، تعرف على مرمرة والتي رحبت به في بيتها. بعدها ماذا حدث؟ طلب منها طلب من نميرة أخذه معها إلى المدرسة. بعدها أوقفته مرمرة على أن تشتري له أدوات المدرسة حتى يذهب مع نميرة. إذن هذه هي أحداث هذه الحكاية الجديدة. الآن أعزائي التلاميذ نمر إلى الوضعية التواصلية. إذن هنا تظهر مرمرة وديدي. في هذا المشهد ديدي بعدما حيته مرمرة ردت تحية، وهنا قدمت مرمرة نفسها لديدي، وهو الآخر قدم نفسه لمرمرة. إذن نتذكر ما جاء في الحكاية. قالت مرمرة: مساء الخير يا ديدي، أنا مرمرة. قالت مرمرة: مساء الخير يا قريد، أنا مرمرة. بماذا أجابها ديدي؟ قال: مساء الخير، وأنا ديدي، وأنا ديدي. إذن حينما يحيينا أحد ما بتحية يجب أن نرد التحية، وحينما يقدم نفسه يجب كذلك أن نقدم أنفسنا.
لاحظوا معي، إذا هنا في هذا الزمان هو المساء أو الليل. تحية هنا ستكون مساء الخير. إذا حينما يحل الظلام أو يحين المساء نقول مساء الخير، مساء الخير، فنقول مساء الخير يا أمي. حينما نعود إلى البيت نقول مساء الخير يا أمي، أو نقول مساء الخير يا أبي. هنا حيت مرمرة ديدي وقالت مساء الخير يا ديدي. أجابها ديدي مساء الخير يا مرمرة. إذن وحينما يحل الصباح ماذا سنقول يا ترى؟ إذن سنقول صباح الخير. أحسنتم. إذن هنا فلنعد صياغة هذا الحوار القصير بين مرمرة وديدي، فنقول صباح الخير يا قريد، أنا مرمرة. صباح الخير يا قريد، أنا مرمرة. بماذا سيرد ديدي؟ سيقول صباح الخير وأنا ديدي. صباح الخير وأنا ديدي. نفس الشيء حينما نستيقظ من النوم فيجب أن نحيي أو نحيي آباءنا، فنقول صباح الخير يا والدي، أو صباح الخير يا أمي، أو صباح الخير يا إخوتي. إذن لابد أن نحيي من نجدهم في الصباح فنقول صباح الخير. في المساء نقول مساء الخير، أو نقول عمتم مساء، أو نقول حياكم الله. إذن هذه كلها عبارات للتحية وردها. أعزائي التلاميذ، بعدما استمعنا للحكاية وفهمنا ما جاء بها، سأقوم الآن بطرح مجموعة من الأسئلة قصد فهمها بشكل جيد. إذن أنصتوا وانتبهوا معي لهذا المشهد. إذن من هي الشخصية الجديدة لحكايتنا اليوم؟ من تكون؟ إنها جيد أحسنتم، إنها مرمرة. مرمرة هي صاحبة هذا البيت. كيف هو هذا البيت يا ترى؟ إنه بيت؟ نعم أحسنتم، إنه بيت كبير. إنه بيت كبير، ماذا يوجد به؟ فيه، فكروا ولاحظوا، فيه حديقة كبيرة. يوجد فيها ماذا؟ شجرة موز. وما هذا؟ إنه مسبح. أحسنتم. إذن جاء الصديقان ديدي ونميرة إلى بيت مرمرة. لاحظوا مرمرة كيف تبدو؟ فكروا، إنها فتاة. كيف هي؟ ظريفة. إنها فتاة ظريفة. لاحظوا حينما رحبت بديدي كيف كان وجهها؟ هل كانت فرحة أم كانت عبوسة؟ لاحظوا إنها فرحة. إذن هي استقبلت ديدي وهي فرحة. جيد جدا. إذن مرمرة حينما استقبلت ديدي ماذا قالت؟ قالت مساء الخير. أحسنتم، مساء الخير يا قريد. وقدمت نفسها فماذا قالت؟ قالت أنا مرمرة، أنا مرمرة. أحسنتم، بماذا أجابها ديدي؟ قال نعم، قال مساء الخير يا مرمرة، وأنا ديدي. إذن رد التحية وعرف عن نفسه فقال مساء الخير يا مرمرة، أنا ديدي. إذن في حكايتنا أعزائي التلاميذ قلنا أن
ديدي طلب شيئاً. ماذا طلب يا ترى؟ فكروا، ماذا طلب من نميرة؟ طلب منها، أحسنتم أعزائي التلاميذ، طلب منها أن تأخذه معها إلى أين تذهب يا ترى نميرة؟ إلى المدرسة. إذن طلب ديدي من نميرة أن تأخذه معها إلى المدرسة. جيد، ولكن لاحظوا أين يوجد ديدي في هذه الصورة. هو يوجد في المسبح. ماذا يفعل ديدي في المسبح يا ترى؟ إذن هو سقط، أحسنتم، سقط في المسبح. لماذا؟ لأنه، جيد جدا، أحسنتم، لأنه أراد أن يلحق بنميرة لكنه سقط من أعلى الشجرة في المسبح. هل ضحكت منه نميرة؟ هل ضحكت؟ أحسنتم أعزائي، لا، لم تضحك، بل جيد جدا، صرخت وقالت ديدي يغرق، ديدي يغرق. وبعدها جاءت قادمة مسرعة، أحسنتم أعزائي التلاميذ. فماذا فعلت؟ أرادت، جيد جدا، أرادت أن تنقذ ديدي. لكن ماذا عرفنا عن ديدي في اليوم؟ في هذه الحصة عرفنا أن ديدي سباح ماهر، أحسنتم أعزائي التلاميذ، أن ديدي صديقنا القريض الصغير هو سباح ماهر، إذ خرج بسرعة من المسبح. بعدها هنا طلب من نميرة ماذا؟ طلب منها أن تأخذه معها إلى المدرسة كما سبق وقلنا. هل وافقت يا ترى؟ إذن نميرة ستكون سعيدة إذ رافقها أو سيرافقها ديدي إلى المدرسة. لكن من تدخل في هذه اللحظة؟ فكروا، إذن تدخلت مرمرة، أحسنتم، فقالت، من يعيد ما قالته مرمرة؟ إذن تذكروا، إذن قالت، جيد جدا، قالت غدا ستأخذك معها إلى المدرسة. بعد ماذا يا ترى؟ ما الذي ستشتريه مرمرة؟ إذن هنا توجد أغراض ديدي والتي ستشتريها مرمرة. ما هي إذن؟ ما هي؟ أحسنتم، هي كتاب ولوحة ووزرة ومحفظة، أحسنتم أعزائي التلاميذ. إذن هذه هي أدوات ديدي التي وعدتها أو وعدته بها مرمرة، هي كتاب ولوحة ووزرة ومحفظة. إذن ديدي سيكون مستعدا للذهاب للمدرسة مع نميرة. إذن أعزائي التلاميذ، أعود بكم إلى الوضعية التواصلية. كيف رحبت مرمرة بديدي؟ فقالت، فكروا جيدا، أحسنتم، قالت مساء الخير يا ديدي أو يا قريد، أنا مرمرة. بماذا أجابها؟ أجابها مساء الخير يا مرمرة وأنا ديدي. إذن بهذا يكون قد رد التحية وعرف عن نفسه، قدم نفسه لمرمرة، جيد جدا. إذن كما قلنا أعزائي التلاميذ، حينما نريد أن نحيي شخصا ما نقول مساء الخير أو صباح الخير أو السلام عليكم أو عمتم مساء أو طاب يومكم أو نهاركم سعيد. إذن هنا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا حصة اليوم
من الوضعية التواصلية والحكاية. على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة. السلام عليكم.